عارفين كويس ان ده ماتش قبل النهائي وان الفرقتين عايزين يوصلوا النهائي. احنا مستعدين كويس للمباراة، لكن طبيعي ان الفرقة اللي توصل قبل النهائي دور ابطال افريقيا لازم تكون فرق كويسة جدا مميزة. عارفين انه نجيل صناعي بالنسبة لنا، عارفين انه دي اجواء صعبة، عارفين ان المدرجات قريبة جدا من الملعب. اللعيبة عارفة كل الكلام ده ومستعدية لي ومتأهلة لي، وهدفنا ان احنا بكرة نعمل ماتش كويس ونتيجة كويسة تساعدنا في ماتش العودة. احنا خسرنا مباراة في الدوري، بس ده مش معناه ان انا اوتوماتيك ان انا هلعب ماتش وحش في دوري الابطال او انا لازم اخسر ماتش في دوري الابطال. احنا عارفين المنافس قوي جدا، لكن احنا عارفين ان احنا مستعدين كويس جدا وان احنا نقدر نلعب كرة كويس. مش كده، انا واثق ان احنا بكرة هنظهر ده على ارض الملعب. هل تشكيل الاهلي اللي كان بيلعب السنة فاتت هو نفس الاهلي السنة دي؟ النادي الراجل كولر بيقول ان النادي الاهلي هو النادي الاهلي، اي حد بيلعب بشيرت النادي الاهلي هو النادي الاهلي، بيمثل النادي الاهلي. انا واثق في كل اللعيبة الموجودة اللي لعبوا السنة اللي فاتت واللي بيلعبوا بكرة واللي هيلعبوا في كل يوم في النادي الاهلي، وانا متأكد انهم بكرة هيعملوا ماتش كويس جدا. وتجارب اللي احنا خدناها السنة اللي فاتت والاحساس اللي احنا خدناه بالوصول للنهائي احنا اكيد عايزين نكرره تاني مع بعض. اكيد انا مش هقول لك تكتيكيا انا هعمل ايه بكره، اكيد مش هقول لك كل اوراقي وهقولها دلوقتي. احنا عارفين قوه المنافس، احنا في سنه ونص بقى لي مع الفرقه، عارف اجواء افريقيا. مع الاهلي كان قبل كده عمره ما كسب سيمبا في تنزانيا، قدرنا نكسب تنزانيا السنة دي في تنزانيا، سيمبا في تنزانيا. فطول ما انت متحضر كويس طبعا وتقدر بتعمل كل اللي عندك، تقدر تأدي اللي عليك، فساعتها ممكن انت تلعب تقدر تكسب قدام فرقة قوية. وانا عارف ان احنا نلعب بكرة فريق قوي جدا، لكن احنا كمان فرقة قوية وفرقة كبيرة جدا وبنلعب كرة كويسة. عشان كده احنا متحمسين جدا لماتش بكره، والنتيجه لا حضرتك تعرفها ولا نعرفها. بيرسي كان عنده مشاكل بقاله فتره، اصابه بسيطه، لكن هو بقاله دلوقتي ماتش يومين ثلاثه بيتمرن معانا مع الفريق تمرين، بيتمرن كويس. فاحنا هنشوف ان احنا نحاول ان احنا ندخله في الماتشات، وهنشوف بكره هل هو بكره هيقدر يلعب بكرة قد ايه. كان من ناحية في الدوري ناقصين، عندنا مؤجلات كتير جدا في البطولة، في ضغط ماتشات كبير جدا على الاهلي، وازاي بتقدر تتعامل مع كل ده. الكوتش بيقول انا بالنسبة لي اهم حاجة القاعدة الاساسية عندي، اهم ماتش هو الماتش الجاي، ما ببصش على اللي فات، ما ببصش على ان لسه الماتش اللي بعد الجاي. المهم بتكلم دايما مع اللعيبة ان الماتش اللي خلص خلاص، بنتفرج عليه مرة وبنتعلم منه وبعدين بنعدي ونبدأ نبص لقدام. وبالنسبة لي اهم حاجة زي ما بقول الماتش الجاي هو اهم ماتش، وبالنسبة لي اهم ماتش هو الماتش اللي بكرة. خلاص اتحضرنا المباراة، امبارح اتكلمنا مع بعض عن المباراة وبدأنا نتحضر لها، والنهاردة كمان هنحضر على المباراة. مشكلة بالنسبة لي ده التركيز كله على أهم حاجة هو ماتش بكرة. أنا هاخد ضحككم ده هاخده معايا واخد روح الفكاهة دي. أنا عارف إن أنتوا لعبتوا ضد بيراميدز وكسبتوا 3-0، وعلى فكرة أنا اتفرجت على المباراة دي. أنا عارف أنتوا بتضحكوا عشان خاطر أنتوا كسبتوا الماتش. انا اتفرجت على المباراه مره تانية. لازم اقول لكم ان في الماتش ده بيراميدز خلق فرص كتير جدا على مازيمبي. هنا المشكله الوحيده كانت ان بيراميدز ضيع جوان كتير جدا، ومازيمبي هو كان بيستغل الفرص وبيجيب جوان. ده كان الفرق.
واحنا بالنسبه لنا هنحاول نعمل كل حاجه عشان الصوره بكره تبقى مختلفه تماما.
وسهلا بيكم. نورتونا في الكونغو. زي ما سيادتك عارف كان في وفد مقدمه موجود من السفاره من يوم الثلاث قبل وصول اللعيبه والوفد الاداري، وحرصنا ان احنا من اول يوم ان احنا نكون متابعين مع الجهات الكونغوليه ومع النادي بقدر المستطاع، ان تكون الاقامه والجزء اللوجستي يتم متابعته بشكل يعني دقيق، ويعني الاجراءات تمت بشكل مقبول في الاول، وحرصنا ان احنا نزود شويه في الاتصالات عشان الجزء الخاص بالتامين يكون على الوجه المطلوب والملائم. وزي ما سيادتك عارف بكره ان شاء الله الماتش فيه اهتمام كبير من الدوله الكونغوليه، ان طبعا وجود النادي الاهلي في الكونغو ده حدث كبير طبعا في الدور قبل النهائي، ونادي مازيمبي هو النادي الاكبر والاشهر في الكونغو، فالماتش مسمع مش بس في لومبياشي، في الكونغو كلها يعني. ونتمنى التوفيق باذن الله لنادي الاهلي بكره، وربنا يوفقنا باذن الله. كان الاهلي خاطب اتحاد افريقي امبارح، طلب ان هو تسهيل حركه المرور تحسبا لتاخر البعثه، عايزين نعرف الاجراءات اللي تمت في هذا الشان. تمام يا فندم. طبعا بعد الحديث اللي دار مع رئيس الوفد وتواصل السفاره قامت باتصالاتها من ناحيتها، وزي ما سيادتك لاحظت النهارده الحمد لله تم زياده وتجديد الاجراءات الامنيه، والتواجد الامني زي ما حضرتك برضو لمست كان اكتر من امبارح، وكان واضح برضو في طريق تحركنا من الفندق للاستاد، وان شاء الله برضو احنا مكملين. وعلى مساله التامين بكره اللي طبعا ده جزء مهم لا غنى عنه، وربنا يكرم باذن الله. هل في ترتيبات معينه لمباراه بكره من حيث خط السير او زياده التامين، خصوصا ان في اعداد جماهيريه كتيره؟ بص يا فندم، هي الدوله الكونغوليه على علم باهميه الماتش ده، وطبعا اهميه تامينه والخروج بيه بالشكل الاكمل، فان شاء الله الطريق نفسه هيكون مؤمن بالشكل الملائم باذن الله. الاستاد نفسه عشان زي ما حضرتك شايف هو استاد المدرجات قريبه جدا من ارض الملعب، فبرضو التامين ده هيكون ان شاء الله على المستوى المطلوب، ويعني برضو تاني ان شاء الله ربنا يكرم والامور تعدي على خير. في جلسات ثنائيه مع الدكتور محمد شاوي رئيس بعثة الاهلي في الفندق وهنا، هل كان محور الحديث بيتعلق بالاجراءات الامنيه والترتيبات ليوم المباراه؟ اكيد طبعا، يعني احنا كنا بنتناقش وانا على تواصل مع الدكتور محمد حتى تليفونينا من ايام قبل ما يجي في القاهره، وكابتن سمير طبعا، واحنا بنحاول ان احنا دايما يعني نتعامل مع مشاغل الوفد ودكتور محمد، وبنتعاون مع الجانب الكونغولي لتسديل كافه العقبات، او ان لو في يعني اي استفسارات او اي اضافات ممكن نقوم بيها بنعملها. يعني هقول امنيتي ان شاء الله ان النادي الاهلي يكسب باذن الله ان شاء الله.